هاي، جائزة الأكاديمي أوردز المعروفة بالأوسكارز هي جائزة سنوية بتقدمها أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، وهي من أرفع الجوائز السينمائية بالولايات المتحدة، وتعتبر أهم جائزة سينمائية بالعالم. أصل كلمة أوسكار مش معروفة، ممكن يعود لأمينة مكتبة الأكاديمية مارغريت هيريك، يلي لما شافت التمثال لأول مرة سنة 1928 قالت إنه بيشبه عمة أوسكار. هلأ البعض التاني بيقول إنه الممثلة الراحلة باتي ديفيس أطلقت الاسم نسبة لزوجها الأول. بتنظم عادة حفل توزيع الأوسكار سنوياً بشهر أدار أو شباط بمسرح دولبي، يلي بيتسع ل 3000 شخص، ويلي بيوصل طول السجادة الحمراء فيه ل 152.4 أمتار. مين قال إنه بعد حوالي 20 سنة وعدد كبير من التسميات كان ليوناردو دي كابريو حديث الصحافة العالمية بعد فوزه أخيراً بأول أوسكار عن فيلم The Revenant؟ أنا قال بشوفكم بكره.